صباح الأمل والعمل، صباح التفاؤل والإنجازات. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم طريق النجاح، ومعاكم محمود النحاس وندى عز الدين. يا صباح الخير. صباح الخير يا محمود. صباح الخير، صباح الخير على مشاهدي قناة الصحة والجمال. أنا اللي بالأمر المحال اختوى، شفت القمر نطيت لفوق في الهوا، طلته ما طلتوش إيه أنا يهمني، وليه مدام بالنشوة قلبي ارتوى. النجاح صعب ولكن مش مستحيل، لأن بين الأمل واليأس خيط رفيع بيفصل بينا وبين أحلامنا. كلنا بنتمنى بس إننا نحلم، ولكن مش كلنا بنقدر نحقق الحلم دوت. ليه مش بنقدر نحقق الحلم ده؟ لأن النجاح محتاج إصرار، محتاج عزيمة، محتاج أمل، محتاج طموح، محتاج إرادة. طبعا أعزائي المشاهدين، النهاردة حلقتنا مختلفة جدا زي ما عودناكم طبعا في برنامجنا طريق النجاح. يعني مسمى الحلقة بتاعتنا بصفة خاصة هتكون دور الدولة المصرية في دعم الشباب في الفترة الأخيرة، وطبعا عارفين كلنا إن الشباب يعتبر العمود الفقري، بتماسك المجتمع بيقوى بالشباب وبتفككه برضو بيضعف المجتمع، ولا ايه يا ندى؟ طبعا يا محمود، الشباب مهم جدا في الدوله وهو العمود الفقري زي ما انت قلت، وعشان كده احنا ضفنا النهارده في الاستوديو نموذج مشرف للشاب المصري، الاستاذ مصطفى الجندي، مدرس اللغه العربيه والحاصل على الماجستير في اللغه العربيه والدراسات الاسلاميه، ومرشح لمجلس النواب القادم. اهلا بحضرتك. صراحه اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. كنا حابين بقى في البدايه يا استاذ مصطفى، يعني بما ان حضرتك المرشح المحتمل لمجلس النواب بدائره المحله، كنا حابين حضرتك تكلمنا عن نفسك وبالاخص في العمل السياسي. اهلا وسهلا استاذ محمود. هو باختصار مصطفى الجندي، مدرس اللغه العربيه بمدرسه القديس اوستينوس الفرير بمحله، وانا مسجل ماجستير في او مسجل رساله ماجستير لسه ما انتهيتش منها في النحو والصرف في القران الكريم. لو حضرتك تسال عن العمل السياسي، فانا يعني منذ نعومة أصفاري زي ما بيقولوا من سنة 1999 وأنا عضو بحزب الوفد المصري، وتدرجت في المناصب في الحزب لغاية لما وصلت أني أبقى رئيس لجنة شباب الحزب على مستوى محافظة الغربية، ونائب رئيس اتحاد الشباب الوفدي على مستوى الجمهورية، وفضلت كده لغاية تقريبا سنة 2015-2016. تقدمت باستقالتي وقتها من رئاسة لجنة الشباب بالمحافظة والنيابة على مستوى الجمهورية. معلوماتي ستك طبعا انت انضميت في حزب الوفد سنة 1999 بالظبط، يعني تقريبا من اول ما طلعت بطاقة انتخابية يعني. والدي كان مغرم بشراء جريدة الوفد. اللي يعني وانا كنت مغرم من الاعدادية بقراءة جريدة الوفد يعني، فزي ما تقولي انا تعلقت بالامر بقى. فلما طلعت بطاقة انتخابية رحت حزب الوفد، يعني حتى رحت بمفردي، يعني انا سبقت والدي لي وبعد كده خدت والدي للحزب. يعني حضرتك سياسي وفدي، حضرتك بالظبط يا فندم. المشهد في حزب الوفد اخيرا عامل ازاي من وجهه نظرك؟ هقول لحضرتك على حاجه، يعني انا من يعني منذ استقالتي من رئاسه اللجنه كانت متابعتي للوفد من خلال النت بس، انما اللي انا شايفه دلوقتي ان زي ما المقوله اللي بيقولها كل وفدي في الوقت ده، ان الوفد يمرض ولا يموت. الوفدين شافوا ان الوضع اللي فيه الحزب في الفتره ديت مش مناسب لاقدم حزب واعرق حزب. حزب حمل الزعماء، انا اتقابلت حضرتك مع فؤاد باشا سراج الدين في عيد الجهاد. طبعا. واتقابلت مع الدكتور نعمان جمعه. فانا شفت زعماء بجد للوفد. فهم دلوقتي الوفدين بيطمحهم للعوده مره اخرى الى عصور الزعام. العصور فعلا اللي يتربط بيها الحزب بالشارع السياسي. حضرتك تعرفي لو الأحزاب المصرية فعلا بقى لها دور مرموس على الأرض، ده هيؤدي إلى تقوية الدولة المصرية في كافة المجالات. فأنا شايف إن اللي بيحصل في الوفد ده صحة للوفد أولا ولمصر بوجه عام، لأن إذا صح الوفد صحت مصر بأمر الله، ومصر هتصح إن شاء الله زي ما هي صح بأمر الله في كل الأحوال. حضرتك متابع الانقسامات اللي موجودة في حزب الوفد اللي احنا بنتابعها في الفترة الأخيرة، ناس بتأيد دخول للقائمة وناس بتقول لا هنخرج عن القائمة الوطنية،
حضرتك شايف ايه يعني اول مره نشوف في حزب عريق زي حزب الوفد تاسس عام 1918، يعني بقاله 102 سنه، يعني يعتبر اقدم حزب على الساحه السياسيه. هقول لحضرتك على حاجه يا استاذ محمود. نقطه القايمه الوطنيه ديت يعني سلاح ذو حدين. سلاح ذو حدين لانها قتلت المنافسه السياسيه. وفي نفس الوقت هي بتدعم الوحده ما بين، بس يعني كان الافضل يراعى نسبه ما بين احزاب، ما ينفعش طبعا يسيطر فيها على اغلب مقاعدها حزب واحد. يبقى دي ما اسمهاش مشاركه، دي اسمها مغالبه. بالظبط. فانا شايف ان 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 لو مثلا كل حزب بقى له قايمه في الانتخابات النيابيه القادمه ديت هتعود بالنفع برضو تاني على مصرنا الحبيبه، لاني لما اشوف افكار مختلفه من اتجاهات مختلفه وابتدي ادمج ما بين الافكار ديت تحت قبه سياسيه وقبه البرلمان تحت القياده السياسيه للدوله، طبعا ده بيؤدي الى النهوض بالدوله. النهوض بالدوله. عاوزين نوضح للساده المشاهدين بصفه عامه وتوضح لنا في برنامجنا طريق النجاح بصفه خاصه، يعني اهم الملامح لبرنامجك الانتخابي، عايزين نوضحه للساده المشاهدين بما ان حضرتك طبعا من الشباب، وطبعا احنا شايفين ان الدوله المصريه عامله سبورت ومسانده قويه جدا للشباب، وبالاخص طبعا بدايه من نواب المحافظين ومؤتمرات الشباب اللي كانت بتتعمل بشكل تمام مستمر تمام في شرم الشيخ وبعض المحافظات الاخرى. استاذ محمود، بس انا يعني هقول لحضرتك على حاجه. نقطه البرنامج الانتخابي هاكد لحضرتك ان انا ترشحي فردي مستقل. يعني انا ما نزلتش باسم الحزب. طبعا دي حاجه بتؤلمني ان انا ما نزلتش باسم الحزب، بس انا ارتقيت الفتره ديت افضل. انما اتمنى والله ان مصطفى ربنا سبحانه وتعالى يوفقه ويعود الى بيته، لان انا شايف الاجواء بقالها فتره تسمح بالعوده يعني. النقطة الثانية، البرنامج الانتخابي بتاعي وفق زي ما حضرتك قلت رعاية الدولة للشباب، وأنا شفت زملاء ليا كتير تم ترشحهم عن تنسيق شباب الأحزاب المرة دي في القايمة نفسها. دي حاجة كويسة جدا. ودي حاجة كويسة جدا وما كانتش بتحصل قبل كده. ولولا يعني يمكن أحداث كورونا ربنا يعافينا منها يا رب، كان عقد عندنا مؤتمر واثنين للشباب، شفنا نواب للمحافظين شباب، شفنا محافظين شباب كمان. بالظبط، زي مثلا على سبيل المثال محافظ الدقهليه الاستاذ ايمن مختار. الله يبارك في حضرتك يا استاذ محمود. الشباب نفسهم هم عده اي امه. ليه بقى؟ اولا الفكر متجدد، ثانيا القدره على الحركه والنشاط. انا ما بقولش كده ان الناس الكبار نرميهم ونقول لا كفايه دوركم كده، لا. انا اتمنى من لازم نستفيد منها. ايوه، انا اتمنى ان هم بقى اللي يقدموا يد المساعده، هي اجيال بتسلم اجيال. يعني هم يقدموا ايد المساعده للشباب ويدعموا الشباب، لان الخبره مع الحركه والنشاط هتخلي مصرنا في حته تانية خالص. وده توجه الدوله المصريه، يعني توجه الدوله المصريه ان انا اكسب، وهم بيعملوا مؤتمرات شبابيه ليه وبيضموا الشباب في الاحزاب السياسيه عشان يكتسب الخبره، علشان لما يقدموا يقول له قود يقدر ودي نقطة مصر كانت بتفتقدها في عصور كتيرة، اللي هي تأهيل الشباب. يعني أنا شايف إن تأهيل الشباب دلوقتي بصورة أفضل. لو حضرتك بقى بتتكلم عن برنامج انتخابي بوجه عام، في أمور أنا مقسم برنامج انتخابي أمور عامة وأمور خاصة بمدينتي، مدينة المحلة الكبرى. ممتاز. يمكن إحنا بنعاني من مشكلة عويصة جدا في المحلة الكبرى وعلاجها بسيط، اللي هي مشكلة النظافة أو القمامة. تصدق يا استاذ محمود ان مدينه زي المحله قلعه صناعه كانوا بيلقبوها بمانشستر مصر. مانشستر في انجلترا، المحله في القاهره او في مصر. حضرتك تمشي فيها تلاقي اكوام من القمامه في كل منطقه. انا كنت في لقاء مع مديريه التامين الصحي عندنا في المحله، واحب اشكرها جدا على حسن الاستقبال، وهي بصراحه عامله شغل عندنا في المحله كويس جدا. قالت لي يا استاذ مصطفى، وانا اعلم بصدقها يعني، ان احنا في التامين الصحي مش محتاجين حاجه. احنا محتاجين البيئه اللي حوالين، بس اللي حوالينا هي اللي تنضف. يعني لو اكوام القمامه دي اتشالت بصفه مستمره، القمامه ديت يا استاذ محمود دي صناعه بره. صناعه. طب ما احنا ممكن نستغل الكلام ده. انا مش عايز اخوض في تفاصيل البرنامج، بس اللي اقدر اقوله لحضرتك ان احنا قبل فتره ما كناش بنعاني من المشكله دي. يعني المشكله دي حصلت
وفق مجموعه من الاجراءات. احنا هنحاول ان احنا نرجع بالاجراءات شويه يعني. طب بعد اذنك يا استاذ مصطفى هننتقل بس لمداخله تليفونيه معانا الاستاذ مصطفى حموده وكيل مجلس الشورى السابق، طبعا شخصيه عظيمه وشخصيه سياسيه وفديه محترمه. طبعا بنرحب بك يا استاذ مصطفى. اهلا بيك يا استاذ محمود واهلا بالاستاذه ندى. معانا المداخله دلوقتي. ايوه فهمت. الو بنرحب بيك يا استاذ مصطفى. اهلا بيك يا استاذ محمود وبالاستاذه ندى وتحياتي لحضراتكم. اهلا بحضرتك. ولنائبنا القادم ان شاء الله الاستاذ مصطفى الجندي. شكرا يا استاذ مصطفى. اهلا بحضرتك. حضرتك شايف دور الشباب او دور الدوله المصريه في دعم الشباب في الفتره الاخيره، وبما انه طبعا الاستاذ مصطفى الجندي من الشباب ومن الشريحه ديت، حضرتك حابب يعني توجه للاستاذ مصطفى الجندي ايه بالظبط؟ رساله يعني. الحقيقه واحنا في مرحله صعبه وحساسه في تاريخ مصر، نحن في حاجه الى رجال قادرين على تحمل المسؤوليه في الرقابه وفي التشريع وفي اداء الخدمات للمواطنين ايضا في ظل غياب المحليات. اظن يعني ولا ازكي على الله ان مصطفى الجندي قادر على تحمل هذه المسؤوليه بامانه واخلاص. مصطفى الحقيقه من الشباب الواعي اللي انا يعني متابعه من فتره طويله جدا. اولا هو احد المعلمين المثاليين على مستوى محافظه الغربيه، ومقرر لجنه التعليم ببيت العائله المصريه، وله الكثير في العمل العام. ويعني انا شايف ان مصطفى الحقيقه مثل طيب جدا، ان شاء الله يكون نائب على قدر المسؤوليه باذن الله. حضرتك شايف ايه الاوضاع السياسيه اللي احنا شايفينها يعني دلوقتي، سواء بقى في القائمه الوطنيه في الاحزاب عامه؟ شايف طبعا بما ان حضرتك طبعا شخصيه وفديه سياسيه قويه جدا، حابين برضو حضرتك يعني نعرف ايه الاوضاع يعني من حضرتك. يعني خلينا اكلمك بصراحه ان انا مع الراي اللي بيقول ان هناك حاله من الاستئصار لحزب مستقبل وطن فيما يخص القوائم. وكنت اتمنى ان يكون المجال مفتوح للجميع للمنافسه لصالح هذا الوطن. كل اللي يهمنا في النهايه ان نحافظ على الوطن، نؤدي خدمات للمواطن، الدور الرقابي والتشريعي للمجلس يكون على المستوى المأمول. اتمنى ان احنا يعني في المرحله القادمه يكون لدينا مجلس بهذه المواصفات. بشكر سيادتك جدا استاذ مصطفى حموده وكيل مجلس الشورى السابق، وطبعا بالمسمى الجديد مجلس الشيوخ. طيب استاذ مصطفى، عايزين نسال حضرتك كشاب مصري، كان ايه اهم الدوافع اللي خلت حضرتك تقول انا هنزل الانتخابات، انا لازم اقف جنب بلدي ولازم اترشح في الانتخابات الجايه؟ عايزين نفهم من حضرتك كان ايه التفكير اللي جوه دماغ حضرتك. حضرتك سالت السؤال واجبتي فيه في جزء، انا لازم اقف جنب بلدي. اكيد ده يمكن الدافع الاصيل عندي. انا عندي المحلة بوجه الخصوص ومصر بوجه العموم. المحلة عندنا بتعاني فعلا، بتعاني بصدق وبتعاني مش لنقص إمكانيات وموارد بس، لا والله بتعاني لأن مفيش تجديد في الفكر، مفيش محاولة. مصطفى لما قرر يترشح لمجلس النواب هو شاف أنه ممكن يخدم أهله كويس، أهلي أهل المحلة، أنا حملت خدمتهم على عاتقي. لو هم اكرموني بالامر ده بامر الله، وانا واثق فيهم ان هم هيأيدوا ابنهم وهيأيدوا صوت الشباب بقى. ان كانت الدوله نفسها الدوله المصريه توجهها الاصيل لدعم الشباب، فانا اعلم ان اهل المحله الشرفاء هم توجههم مع الدوله دوما، فهم هيدعموا الشباب. فالاصل ان حضرتك بتترشحي ان ارتقيتي في نفسك المقدره، والحمد لله احسب ان انا عندي المقدره ديت، والاصل ان لو ارتقيت في نفسك الاخلاص، واحسب ان نيتي صافيه لخدمه اهلي والارتقاء بمدينه المحله حتى تعود المحله الى سابق عهدها. لا ده احنا دلوقتي بنقول احنا عايزين نسبق، لا ده احنا نتمنى ان المحله بس تعود الى سابق عهدها. فهو القدره على الخدمه والاخلاص في تقديم الخدمه، ده كان الدافع ان انا اكون مرشح من البسطاء. المعركة عند سيادتك قوية جدا، شخصيات قوية جدا في المحلة، أمثال ناس كتير يعني وشخصيات عظيمة طبعا وناس معروفة، أمثال طبعا الأستاذ محمود الشامي، أستاذ سيد عبد الحكيم، يعني شخصيات
مؤثره في المحل ومعركه شرسه حضرتك هتاخدها، حضرتك ايه اللي هتقدمه للمواطن المحلاوي بصفه خاصه يعني من خلال وجهه نظرك ايه؟ وتبقى مميز طبعا عن الشخصيات الاخرى. وبرده في نقطه حابب برده اقولها، في ناس كتير عملت برده في الدوره الاخيره بتاعت 2015 عملت حاجات كتير في انتخابات البرلمانيه، فحضرتك شايف ايه بالظبط؟ اولا انا بشكر كل الناس اللي هي متقدمه، وانا على مسافه واحده من كل المرشحين. ممتاز. وبصدق يا استاذ محمود انا الحاجه الوحيده اللي انا بشغل بيها نفسي هي فكري. انا محدد لنفسي مجموعه ضوابط ومجموعه امور ماشي يوميا في تنفيذ. انا يمكن يوميا ما بدخلش بيتي قبل الساعه 2، ما بين لقاءات، ما بين ندوات، ما بين ماشي وسط الناس والكلام معهم بدون حرج. فحضرتك زي ما قلت حضرتك المحله فيها شخصيات، ودي مش جديده على اهل المحل، فيها شخصيات كتيره وكل واحد ما بيخشش في نيه الشخص، كل واحد مترشح واكيد شايف ان هو عنده المقدره ان هو يخدم اهل المحل. انا بختلف عن جميع المرشحين ان انا شايف اللي غيري مش شايفه. يعني انا شايف نفسي كويس وشايف ان انا ممكن اقدر اقدم حاجه، وشايف ان انا ممكن ابقى عضو مجلس نواب مختلف. شايف اهم حاجه يا استاذ محمود ان انا نفسي سواء مصطفى او غير مصطفى، والله بصدق نفسي اشوف نائب من البسطاء. يعني نائب يبقى طالع من الناس بجد. فلما يطلع النائب يا استاذه ندى من الناس بجد هيقدر ينقل همومهم اكتر، اكيد لان هو اكتر واحد حاسس بيها. صح. مش مستني ان هم يقدموا له المشكله، لا والله هو هيقدم المشكله لانه بيتكلم عن نفسه اولا. ما هو الناس ديت هي نفسه لانه طالع منها. فمصطفى يختلف عن معظم المرشحين ان هو فعلا نائب من البسطاء. انا والدي كان عامل بسيط في مرفأ النقل الداخلي اللي هي الشركه اللي انهارت، وعلى فكره حاططها برضه ضمن البرنامج الانتخابي. ممتاز جدا. والدتي كانت اداريه بسيطه في مدرسه ابتدائي، انا مدرس بسيط في مدرسه خاصه مش مدرسه حكومي كمان. اخويا يمكن اخصائي صحافه في مدرسه حكوميه. زوجتي مدرسه رياض اطفال. فيعني هو معظم يعني حاسس بالطبقه يعني الغلبانه والفقيره. بص يا استاذ محمود، بس ممكن اوافق حضرتك على كلمه الفقيره. كلمه طبعا. الغلبانه دي انا ما بحبهاش. اولا لان كلمه الغلبانه ديت بتعيب كل ابناء مصر. ابناء مصر ما همش غلابه. ابناء مصر ممكن يكونوا بسطاء، محتاجين بس اللي يرفع صوتهم للدوله. الدوله برضو الدوله المصريه مستنيه تسمع، فمستنيه اللي ينقل بامانه، علشان لما اقول انا عندي هنا مشكله ابتدي ابحث لها عن حلول. ومش بس نصدر مشكلات، احنا مش عايزين نصدر للدوله مشكلات بقدر ان احنا نصدر المشكله ونصدر معاها العلاج من ناحيتنا. وانا في البرنامج الانتخابي بتاعي عملت كده. انا حضرتك دايما بتقول لست نائب للغلابه. ايوه لست نائب للغلابه. ليه حضرتك يا فندم؟ اولا لان بقى ناس كتيره جدا بيتكلموا انا نائب الغلابه، انا نائب الغلابه، انا نائب الغلابه. الكلمه يا فندم فقدت مصداقيتها. بالظبط. كسرت ترديد الكلمه اصبحت الكلمه مستهلكه. فقدت مصداقيتها. وانا فعلا عملت فيديو ونزلته على صفحتي الشخصيه بعنوان كده، لست نائبا للغلابه. يا جماعه شيلوا الكلمه دي. صح. يا جماعه خلونا نتكلم عن ناس بسيطه. واحنا من الناس دي احنا كمان. الناس الايام. احنا ناس بسيطه احنا كمان، احنا برضو مش ناس يعني عشان نتكلم يعني نتكلم يعني بصراحه. ربنا يعزك يا استاذ محمود، كل الشعب المصري بتاعنا بسيط. طبعا. وعلى فكره البساطه هنا مش غنى وفقر. البساطة بتعود إلى السريرة ونقاء الطبيعة. بالظبط. إحنا الشعب بتاعنا شعب طيب. ولو نزلت المحلة يا أستاذ محمود الشعب المحلاوي شعب في منتهى الرجولة والله. بس كتير من النواب بيتكلموا ما بيعملوش. إحنا بنتمنى يعني من المنبر بتاع برنامجنا يعني في آية في القرآن جميلة جدا، كل اعملوا فسيرى الله عملكم. مش بيقولوا كل اتكلموا، يعني الله عز وجل بيقول كل اعملوا. إحنا عايزين بقى حد يعمل. أقول لحضرتك على حاجة. سيادتك شايف إيه؟ اقول لحضرتك على حاجه. حضرتك بتقول في ناس كتيره اتكلموا، ويمكن في ناس كتيره جم وبكوا من الناس. بالظبط بالظبط. وصلت ان النواب يبكم علشان ياخدوا اصوات. الفرق يا استاذ محمود في الاختيار. اكيد. بالظبط. يبقى الاختيار هو اختيارنا. انا دلوقتي بعاني من مشكله.
فلما جيت احل المشكله دي ما لقيتش عضو مجلس النواب معايا، يبقى انا مسؤول عن نتيجه اختياري. صح. سواء بالاختيار الخطا او بعدم اختياري. يعني في ناس يقول لك ايه، يقول ان النتيجه خلاص محسومه، او بدا الفكره دي تتصدر، النتيجه محسومه، معروف مين هينجح. لا حضرتك، ما فيش كده، ما فيش كده في الدنيا. ممكن صوت يغير، ما فيش. ايوه بالظبط كده. وفعلا يا استاذه ندى بتفرق على صوت بالظبط، ممكن صوت يغير امور كتيره جدا. فاحنا طالبين من اهالينا في مصر بوجه عام والمحله بوجه خاص ان هم ينزلوا انتخابات، ان هم يختاروا الصح، علشان لما حضرتك تختار الصح مش هتشتكي. ان هم ينزلوا يدعموا الشباب. انا ما بقولش ادعموا مصطفى، انا بقول ادعموا اللي تصدقوه. اسمعوا الرؤية الانتخابية، حاولوا تصدقهم ولو لمرة واحدة. أنا عارف إن في ناس كتيرة ضحكت علينا وأنا واحد منهم، وقالت لنا هنعمل وما لقيناش. يا جماعة أنا مش عايز أقول يعني ناخد نحسن الاختيار المرة دي، المرة دي نحسن الاختيار، لعل أمور كتيرة جدا هتتغير في الصالح المحلاوي إن شاء الله. أتمنى إن شاء الله. عاوز سيادتك توجه يعني توجه رساله لشعب المحله. حضرتك كنت هتقولي حاجه كمان؟ لا انا كنت عايزه صحيح قبل ما نختم، بس محتاجين من حضرتك انك توجه رساله للشعب المحلاوي بصفه خاصه وشباب يعني حضرتكم متفقين خالص بالظبط على نفس السؤال بالظبط كده. طيب انا بقول لشعب المحله الكريم، اهلي واحبتي، دعمكم تاج على راسي، وبامر الله بدعم حضراتكم ودعم احبابكم اللي انا واثق فيه، لاني انا متاكد انتم مصدقين مصطفى. محتاجين نصدق الشباب شويه. معلش المره دي يعني اربطوها بعنقي، اربطوها بعنقي، ولن اخون تلك الامانه ابدا ان شاء الله. محتاج من كل شعب المحله الاصيل، محتاج ان هم ينزلوا ويدعموا الشباب بوجه عام ومصطفى بوجه خاص. ومش عايز حضرتك تدعمني غير لما تقرا الرؤيه الانتخابيه. لو حضرتك قرات الرؤيه الانتخابيه بتاع مصطفى هتلاقي ان مصطفى بيتكلم بلسان كل مواطن محلاوي. انا بس بيقابلني مشكله يا استاذ محمود، ان الناس وعندهم حق والله ما عادتش بتصدق حد. بس هما ما كانوش بيصدقوا حد لان الناس ما كانتش منهم بجد، كانوا بيمثلوا ان هما منهم، بيستخدموا الكلمات المستهلكه زي ما حضرتك قلت كده، كلمه الغلابه. انما المره دي اللي بيكلمهم واحد منهم بجد. لو دعموه للنهايه بامر الله المحله هتتغير بجد، ويشوفوا نائب مجلس نواب يعي تماما دور الرقابي والدور التشريعي، وده بامر الله هيعود بالصالح العام على المحله بوجه خاص، وعلى مصرنا الحبيبة وقيادتها بوجه عام. بشكر حضرتك أستاذ مصطفى الجندي المرشح لانتخابات مجلس النواب القادم. وبكده تكون انتهت الفقرة الأولى من حلقتنا النهاردة، نلقاكم بعد الفاصل.